كانت بحيرة الثرثار تعد من أهم مصادر الدخل الاقتصادي للمواطنين الساكنين جوارها، ولكن بعد سيطرة تنظيم داعش على هذه المنطقة تعطلت الحياة فيها وترك الناس بيوتهم وأعمالهم، وعانوا لفترة طويلة من ظروف أثرت على حياتهم اليومية. احنا مهنتنا على الله وسمشات، وسعنا من صار هاي الأحداث مال داعش وما أدري شنو، شوية صارت الأزمة تأزمت علينا هواية، ومن فضل أول بداية سرايا السلام والقوات الأمنية فرعون الأمين والأمان عيشتنا على هالميات ذني، وغنم عندنا هنا عايشة على البحيرة وما عندنا غير هالعيشة هاي، وأمنونا إن شاء الله بجهود الأخوان السرايا والأمن الوطني وكلهم، وإن شاء الله نشتغل والخير إن شاء الله مجبل علينا. بعد حررت المنطقة وتم تأمينها من المخلفات العسكرية وبسط سيطرة القوات الأمنية عليها حتى أعيد أهلها إليها لينعموا بالأمان وليبنوا بيوتهم ويزاولوا عملهم من جديد، ولتعود الحياة كما كانت تزهو بالخير والبركة والنماء. وهسه إن شاء الله الحياة عادة طبيعية، السماش بسمشاته، الفلاح بفلاحته، والحياة إن شاء الله قمنا نتأمل بها خير. إن إحنا بوضع داعش شوية تأذينا، تأذت باعتبار الوادم شوية تأذت، تدري عمل ماكو، وهسه الحياة عادة طبيعية، السماش رجع على صيده يسمك، الفلاح بفلاحته، الغنام بحلاله سارح وأمان، والحمد لله والشكر. يعني الحياة قمنا نتأمل يعني حياة جديدة بالأيام المقبلة. يعني سرايا السلام القوة المسيطرة على المنطقة حاليا، وعدت بإعادة جميع النازحين لديارهم وتوفير الأمان لهم وتقديم المساعدات في جميع الظروف لتنتهي صفحة الخوف والدمار والحروب. كان هناك دور مهم لسرايا السلام في هذه المنطقة، وهي منطقة غرب سامراء التي تسمى بجزيرة سامراء، كان لها دور مهم ودور فعال في إعادة النازحين وفسح المجال والفرصة لهذه العوائل بالترزق وممارسة الصيد في بحيرة الثرثار. هذا يعني من جملة التوصيات والإرشادات التي أطلقها سماحة السيد القائد مقتدى الصدر إلى سرايا السلام، على أنه كما اهتممتم بالجانب الأمني وجانب العسكري فعليكم الاهتمام بالجانب الإنساني. لقناة سامراء مصطفى عبد الحميد، سامراء.